مراسمكم للجاحي مراسمكم للجاحي تسقط المراسم حتى تسقط المراسم. واللي كيتهمنا باننا بلوكينا التعليم خصو يعرف بان راه المغرب تبلوكا 6 اشهر بلوكاج حكومي، ومعروف شكون اللي بلوكاه وبلوكاه رئيس الحكومه اللي كاين دابا، ورهن شعب كامل بدون حكومه بدون حتى حاجه من نظر البلوكاج. حنايا لن ناخذوا التلاميذ، عفوا التلاميذ ليس رهائن عندنا، وانما نطالب بمطالب ديالنا الاجتماعيه. واضيف على اننا احنا في الساحه وبعض الفئات تستفيد. الان ملي كنشوفوا التعويضات كنلقاو تعويضات ديال المهام التكميليه الدوبله في جوج، في حين الاستاذ كيقول له راه خديتي 1500 درهم ويعلنها العام، يتم شيطانته ويتم اتهامه على انه اخذ التلاميذ كرهائن. سحب النظام الاساسي، لان الكرامه شدوا على الوزير. شنو قال البارح الوزير؟ شنو قال؟ قال وعلى وجه دوك التلاميذ زدناهم 1500، ولي راحوا قراشني على وجه التلاميذ، وحنا على وجه التلاميذ علاش خارجين؟ حنا دوك التلاميذ كل ما كانوش كيهمونا راه ما نخرجوش، بغينا نقادوا لهم الجو فين يقراو. لا، لان تضربنا في الكرامه ديالنا، لان اللي قرا النظام الاساسي كيحس بالحقره، كيحس بانك انت هو المسؤول على فشل المنظومه. باش ما نطولوش، اللي خرجنا للشارع هي الكرامه. السبب الخروج ديالنا هو الصدور ديال ذاك النظام ديال المآسي، ما يسمى بالنظام الاساسي الجديد ديال الخاص بالرجال والنساء التعليم، اللي هو نظام ديال الحقره، نظام ديال الحيف، وبالتالي حنا لن نعود الى الاقسام الا وكرامتنا وحتى نكون مرفوعي الراس. بالنسبه للزياده ديال 1500 درهم ولا ديال 2000 درهم، حنا ما خرجناش من اجل الزياده في الاجور، ولكن المطلب الاول والاخير اللي كان هو المطلب ديال الكرامه. بالنسبه للحكومه الا تستهمنا باللي احنا خلينا الاساسي التلاميذ ديالنا رهائن، بل هي بالعكس، لان الحل بيد الوزاره وليس برجل التعليم. كان على الحصاره، كان على الوزاره ان تقوم بالحل منذ الاسبوع الاول. شكون هو ذاك الحل؟ سحب ذاك النظام الاساسي، تراجع البنود ديالو. المراجعه ديال النظام الاساسي لا ينبغي ان تكون في غياب المعنيين بالامر. شكون هما؟ هما نساء ورجال التعليم. ذاك النظام الاساسي هو الدستور ديالنا، هو اللي سينظمنا، هو اللي حنا اللي سيعنينا. ما يمكنش شي واحد ينظر في بلاصتنا، لان اللي راه في النقابه ما كاينش في الجبل، اللي راه في النقابه ما راهش تيعاني، اللي راه في النقابه ما تيقريش 50 واحد في القسم، اللي راه في النقابه ما تيحش بالوضعيه كما تنحسوا بها حنا. اذا الا بغات الوزاره دير شي حل ساعه ولا تجلس مع الناس المعنيين بالامر ديال التنسيقيات، التنسيقيه اللي عندها قواعد واللي عندها شرعيه. النقابات عندها شرعيه قانونيه، والتنسيقيات عندها مشروعيه نضاليه. اشنو بغيتوا؟ بغيتوا الشرعيه وسيروا معها، ايوا يدخلونا. حنا ما تنقولوا لا سنه بيضاء، المكان الطبيعي ديالنا هو القسم. نحن ارغمنا على النزول الى الشارع. من ارغمنا هو التعنت واللامسؤوليه والتهاون والاستهتار ديال الوزاره بالقضايا ديال الشعب. الا كان التعليم هي القضيه الثانيه بعد الوحده الترابيه، فانا ما انا تنستغرب، انا لا يشرفني هذه الحكومه تمثلني بعدا. الا كان التعليم القضيه الثانيه وهاد 3 شهور ولا شحال من المده ومازال ما لقاش الحل، ايوا الغالب الا الله. هذا الشيء اللي كاين، نحن في التيران، نحن في الميدان، الا باسترجاع الحقوق ديالنا كامله ومشروعه. ونأكد على ان الحوار هو المدخل الاساس، الحوار مع الجامع. راه هاد الناس هادو اللي خرجوا ابناء المغاربه، اسمح لي، هاد الناس هادو اللي كنا في المسيره راه كلهم عندهم ابناء في المدرسه العموميه، ما يتزيد عليهم حتى شي واحد. وبالتالي راه هاد الناس هادو ما يمكنش هاد الجماهير اللي خرجت 5 اكتوبر و7 نوفمبر واليوم يخرجوا، وفي المدن كامله اليوم كاينه مسيرات وكاينه وقفات، وهاد الناس كاملين عند يعني فيهم مشكل، ما جيش شي دوله اخرى، لا، هادو ناس حتى هما ضحاو وكيضحيو وراه ما كيطالبوا حتى بشي حاجه، ما نديروش عليهم السياسه، ما نحاولوش نبخصوا الاحتجاج ديالهم، لا، عندهم مطالب مشروعه، نجلسوا معاهم. المطلوب بالضبط هو الجلوس مع الذي يمثل الشغيله التعليميه بحق، وهما التنسيقيات. كاين مثلا في التنسيقيه مثلا في الصحه راه كيريحوا مع التنسيقيات، ما تيريحوش مع ما عندوش نقابات. رغم ان الوزاره قدمت واحد العرض ديال 1500 درهم، والان كتجري واحد الجولات ديال الحوار مع النقابات في اطار تعديل النظام الاساسي. اولا، مطلبنا الاساسي الذي خرجنا من اجله في اول لحظه هو اسقاط النظام الاساسي،
وليس تجميد النظام الأساسي، وليس إدخال تعديلات جزئية على النظام الأساسي. مطلبنا الوحيد والأوحد الأول هو إسقاط نظام التعاقد. الوزارة بدهائها، الوزارة بدهائها وبطريقتها حاولت أن تلتف في إطار هذا المرسوم ديال النظام الأساسي 2023 اللي كيحاول يغطي على مسؤوليات الدولة في اتجاه الوظيفة العمومية. احنا خرجنا اولا ماشي على الزيادة، او يعني زيادة هذا حق مشروع يعني كباقي القطاعات، ولكن اللي خلى الاحتجاج واللي اجج يعني هذه الحركة سميتو هو النظام الاساسي اللي كان خرج في الاول. فيعني الحكومة كانت خاصها يعني تحاور مع الناس اللي كاينين في الشارع اللي هما تنسيقيات واللي بلغات الملف المطلبي ديالها، ولكن للاسف كنلقاو بان هذاك الملف المطلبي اللي تقدمنا به ما بقاش، يعني انه ممكن اعتمدوا على المخرجات ديال عشرة دجنبر وهي اللي كتناقش الان. هذا مشكل، لان علاش؟ لان الملف المطلبي خير دليل اننا مازال في الساحه، ولكن بعد سنتين يعني من الحوار خرجوا لنا بواحد النظام اللي هو للاسف اجج، يعني قلت لك هو اللي دفع هذا.